مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها أجواء استئناف العام الدراسي من جديد اليوم الاثنين 11 من يناير سنة 2021. استئناف العام الدراسي الجديد من جديد يواجه تحديات عديدة، من أبرزها تطبيق البروتوكول الصحي الذي أعلنته الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ثم تأثير هذا الوباء على التعليم في موريتانيا. أنا أعلم أن السنة الماضية تم تقليصها بشكل كبير وأثر عليها الوباء، كما أن العام الدراسي الجديد ما إن بدأ مطلع نوفمبر الماضي حتى تم تأجيل افتتاح الدراسة إلى 11 من هذا الشهر. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخبير التربوي الطاهر الأحمد. أستاذ طاهر، أهلا وسهلا بك في البداية، ولو تحدثت لنا عن أجواء استئناف العام الدراسي من جديد، وكيف يمكن تطبيق هذا البروتوكول الذي أعلنته الصحة الوزارة بما يضمن استمرار العام الدراسي وفي الوقت نفسه الاحتراز من انتشار الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. في مستهل هذا الحديث أود أولا أن أشكر قناة المرابطون على هذه الفرصة التي أتيحت لي من أجل إنارة الرأي العام حول طبيعة استئناف الدراسة على كافة التراب الوطني. إنكم تعلمون أن الحياة مستمرة، وفي وضعية هذا الوباء فقد أعلنت السلطات الموريتانية ومعتمدة على الأئمة والعلماء أن لا بد من الحياة، لا بد من استمرار الحياة، لذلك التعايش مجزم مع هذا المرض، لذلك لا بد أن نتعايش معه لأنه وباء يعني عم العالم وهدده، ولكن لا بد للإنسان انطلاقا من العقل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى أن يتكيف مع هذه الوضعية في وضعية صحية لائمة تساعده على استمرار حياته، ثم الاستفادة من الطبيعة التي أنشبها الله تبارك وتعالى. وفي هذا الإطار عدت الوزارة، وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، صحبة وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بروتوكول يظنون أن تطبيق هذه مشرياته تضمن سلامة وصحة طواقم التدريس، طواقم التأطير، والطلبة والتلاميذ في أجواء تعليمية صحية ملائمة. وهذا البروتوكول هو أولاً الاستئناف دراستي، لابد أولا في كل لابد من أن يتم تنظيم جميع المؤسسات التعليمية وتعقيمها أولا، ثم لابد من توفير الكمامات لجميع الدارسين والمدرسين، الدارسين من سن ما فوق 11 سنة، ثم لابد من التعود على الغسل المستمر للأيدي بالصابون والماء النقي، ثم لا بد من أيضا احترام التباعد بين المدرسين والمتعلمين داخل الأجواء. وبهذه الوضعية يعني هناك أيضا أن الوزارة حاولت تكوين بعض اللجان التي تتكون من فاعلي القطاع من الآباء والمدرسين وممثلين المدرسين والمنظمات المجتمع المدني، من أجل السهر على تطبيق هذا البروتوكول داخل المؤسسات. لذلك في احترام هذه الإجراءات، يعني اتفقت هذه الوزارات على أن احترام هذه الإجراءات يمكنه أن يضمن استئناف دراسة في أجواء صحية ملائمة. وعلى هذا الأساس قررت السلطات الموريتانية يعني استئناف الدراسة، وقد هيئت هذه الوضعية لأنها في الأسابيع الماضية أرسلت جميع المعدات
والأدوات اللازمة من أجل تطهير ونظافة المؤسسات داخل على كافة التراب الوطني. طيب. ثم هيئت الإدارات الجهوية، يعني الطواقم موجودة، وهيئت أيضا الإدارات الجهوية بالسيارات اللازمة من أجل التطلع على أوضاع المدرسة المدارس بصفة دائمة. طيب أستاذ، لا أريد أن أقطعكم لتكمل في الحديث عن هذه الاستراتيجية وهذه الرؤية وهذه الإجراءات، ولكن المشاهد التي تابعنا اليوم على الأقل في التعليم العالي في طلبة الجامعة، هنالك اكتظاظ في مراكز النقل، هنالك عدم احترام للتباعد، هنالك عدم استعمال الكمامات في عدد من الطلبة. إذن يبدو أن الإجراءات التي تريد لها الجهات الرسمية أن تطبق يعني على أرض الواقع من الصعب أن يتم تطبيقها، وبالتالي نحن أمام خطر. لا فعلا هناك لا شك أن ثمة عوائق لتطبيق هذه الإجراءات، لأن البعض حتى الآن ليس متأكد بصحة خبر هذا الوباء، وهذا هو ما جعل البعض لا 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 يهتموا بهذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة. ولكن المهم أن الغالبية العامة من الشعب الموريتاني اليوم تأكدت من وجود هذا الداء، وأنه فتاك وينبغي اتخاذ الإجراءات الملائمة. لا شك أن في المؤسسات هناك لجان ينبغي أن تشرف على تطبيق الصارم لهذه الاحترازات، من لأن في البروتوكول يقال إن من ليست له كمامة لا ينبغي أن يدخل المؤسسة الحجرة. لذلك فإدارة المؤسسة ينبغي أن تشرف بطريقة صارمة على تطبيق هذا الإجراء. كل طالب أو مدرس لا يحمل الكمامات، لا يحمل كمامته، ينبغي أن لا يدخل في قاعة الدرس. طيب، هل تأثير هذه الإجراءات وهذه القرارات على العملية التعليمية نفسها وعلى العام الدراسي نفسه؟ فلا شك أن هذه الوضعية، وضعية هذا الوباء، أنها تأثرت منها طرق التعليم والتعلم داخل في جميع أنحاء البلاد، لأن كلما تعطل يوم من الدراسة يعني تكون هناك خسارة مالية ومادية عديدة للدولة الموريتانية، لأن في كل يوم هناك آلاف دروس ينبغي أن تقدم للطلبة، وإذا تعطلت الدراسة لفترة فهذه الدروس التي لم تدرس طوال هذه الأشهر الماضية، أيوة، فمن سيعوضها وكيف سنعوضها في الوقت الذي لا توجد هناك استراتيجيات وعلاج لما فات، وكلما جاءت الفرصة يعني نبدأ انطلاقة من الصفر بدون أخذ بعين الاعتبار ما 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 تم إلقاؤه في 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 الفترات الماضية، ونحاول أن نتكيف مع الحاضر والمستقبل. المهم أن هذه وضعية الوباء أنها تأثرت من خلال البرنامج والمنهج، من خلال البرامج ينبغي أن نتكيف، يمكن أن نتكيف مع الوضعية باحترام هذه الإجراءات المتخذة، ثم أن نعلم أن عملية التعليم والتعلم هي مسؤولية جماعية، ينبغي أن يشارك فيها المجتمع المدني عن طريق إطلاق منصات تعلم مع ما تقوم به الدولة، ينبغي أن هو اسمه يشارك فيها الآباء، ينبغي يشارك فيها الآباء بإنشاء مكتبات منزلية، يعني لكل طالب نخصص له 50 كتابا من الثقافة العامة داخل المنزل، ويكون عندما يخرج من المدرسة يكون في البيت أيضا يقرأ كل يوم من هذه الكتب 50 كتابا من الثقافة العامة أو القصص التي تتماشى مع المراحل العمرية للدارسين، توسع مداركهم المعرفية، ثم تزودهم بما يسمى، تنمي فيهم ما يسمى بالكفايات العامة والكفايات التواصلية اللغوية. لذلك وهذا ما نفعله في مشروع تحدي القراءة العربي، يعني أن الطالب في السنة الأولى
السنة الثانية ينبغي لذويه أن يشتروا له 50 كتابا من القصص ومن الثقافة العامة التي تتماشى مع مرحلة العمرية، ويكون عدد الصفحات من 5 إلى 10 صفحات. في السلك الثاني يعني سنة ثالثة ورابعة ينبغي لذويهم أن يشتروا لهم من كل واحد من 50 كتابا، يعني تكون عدد صفحاته من 10 إلى 20 صفحة. في الحلقة الثالثة وهي سنة خامسة وسنة سادسة ينبغي أيضا لذويهم أن يشتروا لهم كتب الثقافة العامة التي عدد صفحاتها من 20 إلى 30 صفحة. السلك الأول من التعليم الإعدادي ينبغي أن يتوفر لهم مكتبات منزلية تحتوي على 50 كتابا، يعني عدد صفحاتها من 30 إلى 50 صفحة. السلك الثاني من التعليم الثانوي كتبهم ينبغي أن تكون من 50 صفحة إلى 100 صفحة، يعني نوفر، يعني إضافة إلى المجهود التي تقوم به الدولة في إعادة في استئناف الدراسة، ينبغي للآباء أن يهيئوا ما يسمى بالمكتبات المنزلية للدارسين. نوفر لكل دارس طبقا لمرحلته العمرية 50 كتابا من الثقافة العامة. والمعروف أن قراءة 50 كتاب أن تملك العلم والمعارف أنه يكمن وراء القراءة. وعلى هذا الأساس نكون قد امتثلنا قوله تعالى لرسول الله اقرأ باسم ربك، يعني هذه القراءة هي مفتاح العلم. طيب، خلال الفترة الماضية سمعنا عن جهود أو خطط لإطلاق منصات رقمية لمحاولة تقديم الجزء من البرنامج عليها. برأيك لماذا لم تتطور هذه التجربة ولم تأخذ حيزها من النجاح؟ هذا مجهود جيد قامت به الدولة من أجل كاستراتيجية علاج للوضعية الراهنة آنذاك. ولكن أيضا نحن نعرف أن 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 في وطننا العزيز هناك أماكن ليست لهم إنترنت، لا توجد لهم هناك أسر ليست لهم تلفاز، هناك عائلات ليست لها هواتف ذكية، يعني هناك مناطق بعيدة لا تتوفر فيها الظروف الملائمة لتتبع درس على الشاشة في الإذاعة. وعندما يعني نقدم هذا للبعض نكون قد يعني تجاوزنا المبدأ الثالث لحقوق الطفل، فالطفل له 4 حقوق تدريجية. اسمح لي أولاً أستاذ أن أخذ فاصلاً قصراً ثم أعود لاستكمال هذه الحقوق الأربعة للطفل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، والذي نناقش فيه اجواء استئناف العام الدراسي مع الخبير التربوي الطاهر الاحمد. استاذ طاهر، كنت تتحدث قبل الفاصل عن حقوق الطفل الاساسيه والتي ينبغي مراعاتها. نعم، جزاكم الله خير. فنقول ان المدرسه الموريتانيه
طبقا للقوانين المنظمة للتعليم في موريتانيا تنص على أن المدرسة الموريتانية ينبغي أن توفر أن تكون المواطن الصالح المشبع بقيم الإسلام والمتمسك بموروثه الثقافي والمنفتح على العالم والقادر على المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة الموريتانية. لذلك الدولة الموريتانية يعني أجهزتها التعليمية أجهزتها الإدارية ينبغي أن تقف في نفس المسافة من جميع الدارسين في جمهوريتها بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية بقدر النظر عن ظروفهم الاقتصادية بقدر النظر عن ألوانهم بقدر النظر عن لغاتهم لأن الدولة الموريتانية أبناء داخل المؤسسات التعليمية الموريتانية وهم أبناء الدولة الموريتانية وليسوا أبناء قبائل ولا عناصر ولا جهات فهم أبناء الدولة الموريتانية لذلك الدولة الموريتانية تضمن لهم حقوقهم في التعليم والحقوق الأربعة التدريجية للتعليمي أولها الولوج داخل قاعة الدرس ينبغي لكل طفل موريتاني يود الدراسة أن يجد مكانه داخل قاعة الدرس هذا واحد المسألة الأخرى هو التعامل التربوي المنصفي طبقا للمحتويات التعليمية التي تكون المواطن الصالح ينبغي أن تكون متوفرة لجميع الدارسين فلا يمكننا أن نعامل بعض التلاميذ بمحتويات تربوية معينة ونترك الآخرين لذلك فالحق الثاني هو توفير التعامل التربوي المنصفي لجميع أبناء موريتانيا على كافة التراب الوطني هذا ناحية وهذا مخالفا للامتياز أقولها علنا المسألة الأخرى هو حقه في استيعاب المعارف والمهارات والكفايات هذا حق أيضا لجميع الدارسين الحق الرابع هو حقه في النجاح والتفوق لماذا ينجح هذا ولم ينجح هذا لأنني أنا الآن أتكلم لك وللجمهور من لم يفهم كلامي فهذا ليس عائقا فيه بل المسألة مني أنا الذي لم نختر المحتويات المعرفية والتي تتماشى مع المراحل العمرية والجسمية لكل مستمعين طيب أستاذ أنت أشرت إلى مدارس امتياز ولو أن هذا ليس موضوعنا ولكن بما أننا تعرضنا له أريد أن أطرح لك يعني ما يطرح في هذا السياق عادة من نقاش وردود مدارس الامتياز أو غيرها هي نظام لمساعدة الطلبة المتفوقين أو خلق يعني إطار للطلبة المتفوقين حتى يواصلوا دراستهم يعني وبالتالي ليس فيها بهذا المعنى ما يتعارض مع العدالة في التعليم أو حق الجميع في التعليم وحق جميع الطلبة هذا بناء على التفوق وهو التفوق معيار موضوعي يعني مثل ما هو التفوق في المنح أو التفوق في غيرها من لا 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 التفوق من حق جميع الطلبة الموريتانية أنا قلت لكم الآن إن لم تفهموا ما أقوله فالخلل مني وليس منكم وهذا هي الحقيقة فمدارس الامتياز اليوم ماذا تعني؟ تعني أنها مدرسة يعني هيئت فيها ظروف التدريسية أحسن من غيرها من المدارس للطالبي وقدمت فيها تحفيزات للمدرسين من أجل عطاء أفضل ولكن البرنامج نفسه الذي يدرسه الطلبة هو نفس البرنامج الذي يدرسه 99% من طلبة موريتانيا داخل المؤسسات هذا يعني ماذا؟ يعني أنه ماذا أضافت مدارس امتياز للطلبة؟ هو تحسين أجواء التعلم بتقديم زي للدارسين داخل هذه المؤسسات تقديم بعض المنحات للطلبة تقديم بعض التحفيزات للمدرسين وبرنامج التدريس نفسه داخل المؤسسات هذا يعني أن الدولة الموريتانية قادرة على تعميم الفكرة الامتياز أن يكون الامتياز منهج وطريقة قاعدة وليس منهج استثناء. وطريقة وليس يعني استثناء تهيئة أجواء الدراسة لصفر فاصل اثنين من طلب الموريتانية وترك 99
فاصل 98 من الدارسين، لذلك هذا يكون من التعامل غير المنصف بين ابناء الدولة الموريتانية، وهذا لا ينبغي. طيب هل واضح؟ الفكرة واضحة جدا. طيب فيما يتعلق بتأثير هذا الوباء، يعني لا ندري، ممكن نتوقع إن شاء الله من خلال الأسابيع القادمة وغيرها أنه يبدأ موضوع اللقاح وغير اللقاحات وغيرها من الإجراءات التي من المفترض أنها تحد من انتشار المرض، وبالتالي يصبح عملية التعليم أو تنطلق عجلة الأنشطة الاقتصادية والتعليمية بشكل كامل. ولكن أيضا لا ندري متى نكون في هذه المرحلة حتى نصل إلى ذلك. ما هو تأثير هذا الوباء على 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 العملية التعليمية؟ تأثير الوباء على العملية التربوية يعني واضح، لأن استمرار الدراسة حضوريا يعني سيتأثر وكان متأثرا في هذه الأسابيع الماضية لولا هذا القرار الشجاع الذي اتخذته الدولة من أجل استئناف الدراسة باحترام النظم والإجراءات الصحية داخل كل فصل أو مدرسة. ولكن دائما في هذه الأجواء لا بد أن يكون المحتوى المعرفي المقرر سيتقلص، لأن الآن يجب على المدرسين انتقاء ما هو المفيد والضروري، الأولويات يعني مثلاً. ترتيب الأولويات في عملية المحتويات المعرفية. ثانيا أن هذا أيضا الوباء يعني جعل أن يعني ضرورة وضع استراتيجيات العلاجية لما فات طلبا من الدروس، وهذا أيضا يشكل تحديا آخر هذا من ناحية. والمسألة بالمناسبة ومعذرة المقاطعة، هنا إحدى النقابات اقترحت تقليص العام الدراسي إلى فصل واحد، وأيضا اقترحت بالإضافة إلى ذلك إجراءات تحفيزية تتعلق بالمدرسين. أنت برأيك هل هذا النوع، هل هذا المقترح يناسبنا في هذه الظرفية؟ لا، انظر، هي الدولة الموريتانية كما قلت حددت صفات المواطن المستقبلي للدولة الموريتانية ووضعت له برنامجا، فاستيعاب جميع هذا المحتوى المعرفي هو الذي يمكن من خلاله تكوين المواطن الذي نريده. الذي نريده وفق الإمكان، نحن عندنا ظروف صحية لا لا لا، ولكن هذه النقابة وضعت اقتراحا على أي أساس؟ قلت لكم هو المواطن فقط، لكي أطرح فكرة بشكل واضح. هم يقترحونه على باعتبار هم يشككون وفق البيان في الإجراءات الحالية أنها كافية، وبالتالي يعتبرون أنه إذا لو قلصنا المدة الزمنية وأعطينا تحفيزات خاصة للمدرسين يمكننا أن نقدم زبدة البرنامج بظروف وإجراءات صحية أفضل، وبالتالي نحقق ما نريده من خلال التعليم و نحترز ايضا من انتشار. لا، هي مقاربه على اي حال. انا اقول ان التحفيزات ووضع المدرس في الظروف الملائمه للقيام بمهامه فهذا امر ضروري، ولا يمكن لاي عمل تربوي ان يكون له نتيجه بدون تحفيز المدرسين واعطاء المدرس مكانته الذي يستحقه داخل المجتمع. فان يعني تشاهلنا وضعية المدرس الاقتصادية ووضعيته الإدارية والتربوية والتحفيزية والتموقعية، يعني نكون قد 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 غرسنا اختلالات كبرى في العملية التربوية. لذلك المدرس هو صاحب علم ومعرفة وهو المسؤول عن تربية الفرد والمجتمع، لذلك لا بد من تحفيزه ووضعه في الأجواء الملائمة للقيام بالمهام. هذا مسألة. أما ما يخص بتكوين المواطن فلقد أعدت عدة يعني برامج تحتوي على معارف ومهارات وقيم لا بد من استيعابها بصفة تدريجية حتى
يمكن أن تكون المواطن الصالح. لا يمكن أن تشرف في فترة زمنية لا 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 قصيرة. لا لا لا، فلا بد من احترامي، لا بد من احترامي المحتويات المعرفية في السلك الثاني، المحتويات المعرفية في السلك الأول والثاني والثالث والمرحلة الإعدادية والمرحلة الجامعية، حتى نكون قد هيئنا المواطن الصالح طبقا للخصوصيات التي أعلن عنها القانون، لأنها أمور فردية. شكرا جزيلا. ولكن قبل أن ننهي لابد أن أقول لكم أنه أيضا في الامتياز فيه خلل آخر، وهو قضية أنه أن نجاح التلاميذ في الامتياز يعني طريقة اختيارهم ينبغي أن تكون كطريقة اختيار المدرسة العسكرية. المدرسة العسكرية تقول كل طالب نجح في الإعدادية بمعدل 14 يدخل يدخل المدرسة العسكرية. لذلك وأما الامتياز فإنهم أولا يشككون في المسابقة الدخول الإعدادية الرسمية لإجراء امتحان آخر. طيب المدرسة العسكرية أيضا تجري امتحان آخر. لا لا على أي حال هذا موضوع، موضوع مدارس الامتياز وموضوع آخر يعني يستحق مدارس الامتياز مدارس العسكرية نقاشاً آخر والوقت تأخذ يعني عدد ما تريده من الناجحين من من في دخول السنة الإعدادية بترتيبهم في النتائج في النتائج. شكرا جزيلا للسيد الطاهر الأحمد الخبير التربوي على المشاركة معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام نقول إليكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.